بلده اظن اكتر الناس اللي عارف الموضوع ده. يعني انا بقول انا بنهج ده بس انا خصوصا عارف ان انا هو مش بعض مش القصه بكام مدى. يعني في ناس مثلا انا عارف ان حياتي هتروح في دايركشن هم حتى هتروح دايركشن تاني. مش معنى كده ان انا مش هسال عليهم كلنا كده. مش معنى كده ان انا مش هكون مش هيجوا على بالي. مش معنى كده ان انا مش بحبهم اكيد. بس الناس مش فاهمين بيقولوا حبوا بعضكم مش حبوا بعضكم مشغولين هتبقى حياتنا بره. غير كده صعب ان الواحد يكون ليل نهار ليل نهار وشه في وش حد. هم مش حاسين بالموضوع ده مش حاسس بالموضوع ده. يعني حط في مخكم برده ان احنا افكارنا مختلفه. انا ممكن مثلا حاجه عبيطه بس ما اظنش حد فينا كده يعني. بس انا مثلا انا ضد العنصريه. في ناس من جواهم عنصري صح وممكن يقولوا كل يقولوا كلمه حتى تهريج انا اتضايقت. ما تضحكيش معانا. صعب ان انا اتعامل مع الشخص ده ماشي. صعب ان انا اتعامل مع الشخص ده بطريقه عاديه واحبهم زي ما الناس بتحب بعض والكلام ده كله وانا شايف ان الشخص ده فيه شيء غلط اللي هو حته العنصر افهم قصدي بس بتقبله زي ما هو. شكرا على رايك. انا على سيره انه نحن ما حنشوف بعض بعد الاكاديميه ولا ولا يمكن ولا مش بعض في الاكاديميه كلهم مش كلهم مش كلهم مش حنشوف بعض. انا بالنسبه لي بدي اقول شغله. انا من النوع اللي كثير صادق وصادق اذا انا ماني طايق حدا انا مش كده. لا مش 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 هيك. مش لشيء تعرف في شخص على في مرحلة قبل من أكثر من 3 سنين ونص لليوم قبل ما أجي لهون كل شهر لحكي مرة أو مرتين مش هيك ما أصدق اسمعي لأنه هو ما فيه يحكيني. هو عارفان حاله منيح هو ما فيه يحكيني لأسباب whatever. أنا بحكي كل ما أجي على بيروت بحكي ومنلتقي ما بيجيني على المطار أو شيء أو واو فهمت كيف بفضعني كذا. بس وقت اللي بكون في لحظه فاضيه فينا نشوف بعض ونروح نشوف بعض وكاني امي ومش شايفتها من سنين هالقد بنحب بعض اوكي وبعتبر انه عن جد احنا مثل الاخوان. اهم حاجه ما تخافش مش اللي تعرف المشكله الاكثر ايه بصراحه ان انا مثلا زعلان مقربي اوكي او قالت لي قالت لي مغربي عامل كده كده بروحش المغربي اقول له مغربي انت انا زعلان عليك كده. احيانا تصرفاتك بس تصرفاتك باينه يعني اشكي لها من المغربي ما قاعد تفكر ما تخليش الموضوع يكبر في قلبك يعني لحد ما يوصل لحد الدر ما قاعد تحس يعني انت ممكن اوكي ممكن انا سمعت الطاره لتعزيز كيف احيانا يعني ما بعرف خليها تدافع عن نفسها. ممكن انا عملت لطاره شيء غلط خليها تدافع عن نفسها يعني اقعد ما اسمعها ليه قلت لك خلاص بس حاجه بعدين كلامك صح. بس اقول لك حاجه هو كلامك صح 100% بس كلامك اللي بكلمك فيه كلامك اللي احنا بنسميه ايديالستيك ايديالستيك يعني ايديال يعني حاجه على حاجه اللي هو الموقف المثالي صح. شكرا بس مش هنعرف نعمل كده. ايوه مطلوب بس مش قدام الكاميرات والتلفزيون. ممكن تحصل مشاكل كبيره. عزوز ارجع اقولها لك تاني برضو انت نفسك ولا نفسي اي حد فينا يوم ما بيتضايق من حد بيلاقي اقرب واحد ليه وبيشتكي له. ايوه بصراحه انا بعمل كده. انا بصراحه بعمل كده بصراحه. طبيعي الرق بقى في ايه؟ ان اقرب تختاري حد صح. مش هروح اتكلم مع مرار بل بتكلم مع رولا تيجي طهره جنبي تقول لي مالك اقول لها انا متضايق من كذا وكذا 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 وتيجي شويه بعديها بدريه تقول لي انت متضايق ليه اقول لها انا متضايق من كذا وكذا 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 اصل انا قلت مش عارف مين وقلت مش عارف مين يبداوا تلاقي بدريه وطهره وبيران قعدوا يتكلموا في الموضوع ومش عارف مين راح قال لمحمد ومحمد راح قال مش عارف مين لحد ما يوصل للشخص نفسه وكل واحد حصل كده حصلت مره معايا كده حصلت مره معايا وحصلت معايا وانت في الاول طبعا عايز اقول لكم حاجه انا بكرهكم كلكم واحد واحد فيكم بكرهه واللي هشوفه في الليفينج هولع فيه واقولهم ميرال هخنقها بالبتاع الصفرا اللي انا بكرهك يا ميرال عندنا مسيح خليل بكرهك ولا بكرهك انا عمري ما بحبك يا ميرال ايوه زيك بس انا دلوقتي متضايقه فما ينفعش امثل اللي انا بضحك ومش انا بضحك لحد دلوقتي انا عمالي مشاكل يعني شايفه بضحك دلوقتي بس من شويه ما كنتش حاسه بحب اللي مخليها شفت ان انا مش عارفه افكر مفيش اكتر من اللي هي عملته حد من باين ان انا ما اعرفش اكره حد لكن حتى ما عندكيش ثقه فيا ما تنساش اي حاجه مشهوره ما بحسش بفضاء انا كده انت بقى ليله الاصل ما كرهتهاش بس انا صح ان هو خلاص يا بحبك يا عادي انا هي كده بالرخمه دي ادخل انام شويه اوكي
هعديك. اه انا دنيا لا انا بكرهك فمش هعديك. بكرهك فمش هعديك. محمد انا بكرهك اكتر على فكره. الله انت وحش. الله انت وحش طبعا من بعد. اه كانها انت حلو. ايه ده انت وحش بنوي عزوز. انا بكرهك ولو شفتك في الاوضه هولع فيك. عزوز عملك شاي كيف يسوي لا والله العظيم. انا ورحمه عاملين شغل قوي.